السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتكلم عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024، وهنتكلم كمان عن سعر لتر البنزين مصيره ايه من الارتفاع. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير. طبعا في تطبيق دلوقتي لخطة تخفيف الأحمال بعد زيادة الأحمال على الكهرباء، وصلت ل36 جيجا خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطقس الشديد في درجة الحرارة في محافظات الجمهورية. وعقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعها الدوري بشأن أسعار شرائح الكهرباء مع اتخاذ قرارات إما بالتثبيت أو الرفع بعد حساب تكاليف الإنتاج مع أسعار الغاز والمازوت وباقي التكاليف الأخرى، مثلما حدث في لجنة تسعير المنتجات البترولية لمعرفة مصير سعر لتر البنزين، واللي كانت مجتمعة واجتماعها بيكون كل 3 شهور. وهنبتدي دلوقتي نعرف أسعار شرائح الكهرباء المنزلي 2024. أول حاجة الشريحة الأولى اللي هي بتستخدم من 0 كيلو وات ل50 كيلو وات ب58 قرش بدلا من 48 قرش، بقيمة 29 جنيه ل50 كيلو وات بنسبة زيادة 20%. بالنسبة للشريحة التانية اللي من 51 كيلو وات ل100 كيلو وات ب68 قرش بدلا من 58 قرش بنسبة زيادة 17%، لتصبح قيمتها 34 جنيه، وبذلك يكون المبلغ المطلوب للشريحتين هو 63 جنيه. وفي حال زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو بيتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة. بالنسبة للشريحة الثالثة وهي من 0 كيلو وات ل200 كيلو وات، ودي بتكون ب83 قرش بدلا من 77 قرش. الشريحة الرابعة اللي هي من 101 كيلو وات ل350 كيلو وات، ودي ب125 قرش بدلا من 106 قرش. بالنسبة للشريحة الخامسة ودي بتكون من 351 كيلو وات ل650 كيلو وات ب140 قرش بدلا من 128 قرش. الشريحة السادسة بتكون لأكتر من 650 كيلو وات ل1000 كيلو وات بيتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر، والتي كانت ب128 قرش يتم حسابها ب140 قرش. ديت أسعار شرائح الكهرباء من الشريحة الأولى للشريحة السادسة بالأسعار الجديدة. بالنسبة بقى لمصير أسعار البنزين والسولار، قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إن مصير تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية يأتي بعد حساب تكلفة النفط والدولار. وأضاف إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي يحمل بأنه في حالة الزيادة هتكون في حدود 10%، بينما في حالة تخفيض الأسعار يكون التخفيض بمعدل 10% أيضا. سعر البنزين الآن في مصر، أسعار البنزين 80 ب 11 جنيه، بنزين 92 12 جنيه ونص، بنزين 95 ب 13 ونص، السولار ب 10 جنيه، واسطوانة الغاز ب 100 جنيه. دي كانت كل التفاصيل الجديدة بالنسبة لأسعار شرائح الكهرباء، وبالنسبة كمان لمصير البترول بمصير البنزين والسولار. كده عرفنا كل حاجة جديدة عن الكهرباء وكل التفاصيل. لو في اي جديد هتلاقوه موجود في القناة. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.